مرحبا، أنا توماس ألفا إديسون. كانوا في الصغر يسمونني آل، وتوم في سن الشباب، ولكنهم الآن يسمونني السيد إديسون، مع أن بعضهم أكبر مني سنا، ربما لأني أصبحت الآن مسؤولا في العمل. أشرف إديسون على فريق من عمال حديقة منلو في نيوجيرسي، وقد جمع الفريق لمساعدته في الاختراعات. رافقني الفريق في جميع الأعمال. كان هدفنا إنتاج اختراع بسيط كل 10 أيام، واختراع كبير كل 6 أشهر. يبدو لي أنه مصنع اختراعات. هذا المصنع مهم جدا. لم يعمل أحد أكثر من إديسون شخصيا، وقد احترمه العالم على هذا. عندما أبدأ في عمل ما لا أحب التخلي عنه حتى إنجازه، إنها الحقيقة. لهذا قلت إن 1% من العبقرية إلهام، و99% مثابرة. كثيراً ما كان ينكب على العمل في مشروع يمنعه من النوم، ويكتفي بالسهو قليلاً متى أمكنه ذلك. أحياناً ما كان يسهو على طاولة مكتبه. لكن هذا ليس مريحاً. نعم، ليس مريحاً، ولكنه في صالحه، لأنه كان يستلهم الأفكار لاختراعاته التي عمل عليها ليلاً نهاراً إذا ما تطلب الأمر. إليك اللمبة مثلاً. أجريت مع الفريق مئات بل آلاف التجارب، حتى استطعنا اختراع لمبة تشتعل فترة طويلة قبل احتراقها. أي أنه اخترع اللمبة؟ ليس تماماً. استمرت التجارب بعد 50 عاماً من اختراعه لمبة الإنارة، وقد استطاعوا إشعالها دون استمرارها بالاشتعال. كانت المشكلة في الأسلاك. تنير الأسلاك الرفيعة التي داخل اللمبة عند مرور الكهرباء فيها، ولكن جعلها قابلة للاستعمال يتطلب تحمل الأسلاك لحرارة عالية دون احتراقها. وقد جربنا كل أنواع الأسلاك ولكن دون جدوى. وأخيراً لقد استعملنا الخيوط القطنية التي احترقت وتحولت إلى فحم. في المساء جلس إديسون يجرب آخر سلك تم التوصل إليه، وهو سلك فحم الكربون. اشتعلت اللمبة هذه المرة طوال الليل، وأخيراً نجح إديسون. لا أظن أني أتمتع بالصبر اللازم للاختراعات. فعلاً، يبدو لي أن جميع التجارب كانت تفشل. لا أعتقد أنها كانت تجارب فاشلة، فكل المحاولات اللاغية شكلت خطوة إلى الأمام، حتى إحراز النجاح. عند النجاح في التوصل إلى شيء هام كاللمبة، يمكن تغيير العالم. فعلاً، تصور الحياة دون اللمبة الكهربائية. لا شكراً، لا أعرف ماذا فعل الناس قبل زمان إديسون. استعمل الناس الشموع والفوانيس لآلاف السنين حتى توصلوا إلى إنارة الغاز عام 1800 ليشكل تقدماً ما، إلا أنه يسبب الأوساخ والروائح الكريهة والخطر حتى شاعت الحرائق الناجمة عن الغاز. تسببت إنارة الغاز بالمشاكل، ولكن طريقة توزيع الغاز أعطتني فكرة، إذ انتقاله من مصدره كان يتحرك عبر الأنابيب لينتشر عبر فروع توزعه على جميع المنازل والأعمال التي تريده، فعلمت أن هذا ما أريده للكهرباء. أدرك إديسون أن الإنارة الكهربائية ستنافس إنارة الغاز، وتأكد بأن على استعمال الكهرباء أن يكون مناسباً بأسعار مقبولة كالغاز، فأدرك أنه يحتاج إلى نظام كامل لتوليد الكهرباء وتوزيعه، ذلك أن اللمبة بدون تيار كهربائي يبعث فيها النور لن تنفع أحداً. ألم يستعمل التيار الكهربائي قبل إديسون؟ استعمل نوع من الإنارة الكهربائية المعروفة بالإنارة القوسية في عدد من شوارع روسيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ولكن الإنارة القوسية كانت أصدع من أن تستعمل في المنازل إلا في المباني الهائلة، كما أنها كانت تصدر ضجيجاً وتبعث رائحة كريهة وتحترق بسرعة، هذا إلى جانب ما كانت تشكله من خطورة. إذا أردت استبدال إنارة الغاز بالنور الكهربائي، لابد من التوصل إلى نظام كهربائي يعمل بشكل أفضل من النور القوسي. لم يتوصل إديسون إلى الفكرة فحسب،
بل جعل رجاله ينفذونها بدءا من المولد الذي ينتج الكهرباء في محطة الطاقة، بما في ذلك الأسلاك والعوازل والمحاجر والساعات وكل ما يلزم لتوزيع الكهرباء. لقد نجحنا في كهرباء ميدان يتألف من 10 شوارع في لندن، ثم نقلنا التجربة إلى نيويورك. ركزنا المولدات في شارع بيرل ضمن مانهاتن السفلى، وأجرينا التمديدات تحت الأرض على طريقة الغاز. عند تشغيل المولدات ورفع الحوابس لتمرير الكهرباء، اشتعلت كل التمديدات التي تم توصيلها. كان مشهداً يبهر العيون. وهكذا تغير كل شيء. فبعد انتشار الطاقة الكهربائية، تمكن الناس من العمل واللهو بعد الغروب، لتضمن بذلك الراحة والأمان والإنتاجية واللهو، أي أن جميع مرافق الحياة البشرية قد تأثرت بالكهرباء. أي أن اختراع اللمبة قد نجح. طبعاً، بل شكلت نجاحاً هائلاً ولم يكن نجاحاً شخصياً، لأن فريق العمل شاركني بجهد ونشاط. بعد سنوات من ذلك، نظم الكثير من العاملين معه أنفسهم ضمن ما عرف بطلائع إديسون، وذلك حين أدركوا أنهم عملوا في مجال فريد هو نوع من مختبر للأبحاث. مختبر للأبحاث، وفي تلك الفترة كان الفريق الذي جمعه إديسون فريداً من نوعه ربما في العالم أجمع، ما شكل بداية للأبحاث العلمية المقبلة. هذا صحيح، وكنت قد عملت على بناء ورشة عمل كاملة، وأعتقد أني نجحت. فالعاملون في مجالات الرياضيات والكيمياء والآلات وصنع الزجاج وغيرها كانوا ينجزون المهمات، كما أني عملت إلى جانبهم. يبدو أن إديسون كان محاطا بالأصدقاء وبمن يعملون بنشاط مثل لويس لاتيمر. من أبرز العاملين في الإنارة الكهربائية مع إديسون شاب اسمه لويس لاتيمر الذي ولد في بوسطن. عمل لاتيمر في البحرية الاتحادية خلال الحرب الأهلية، ليعمل بعد هذا في مكتب براءات قانونية في بوسطن. تنبه رب العمل إلى ما يتمتع به من موهبة في رسم الآلات، وهي براعة تعلمها منه ليصبح بهذا مسؤولاً عن دائرة الرسم في الشركة. أعد لاتيمر عدداً من الرسوم لصالح هواتف ألكسندر جراهام بيل، وبعد ذلك حصل على عمل مع أحد منافسي إديسون، حيث رخص اختراع لإنتاج الأسلاك الفحمية، وأشرف على بناء المصانع في لندن وكندا. عمل لاتيمر مع إديسون عام 1884 في الدائرة الهندسية التابعة لشركة إديسون للإنارة الكهربائية في نيويورك. معرفته بأنواع الإنارة الكهربائية والطاقة الأخرى كانت هامة بالنسبة لإديسون، وكانت خبرته ضرورية عندما كان إديسون يدافع عن اختراعاته أمام المحاكم. يعتبر لويس لاتيمر من أبرز الذين برزوا بالمساهمة في اختراع الإنارة الكهربائية إلى جانب إديسون. إذن إديسون منح العالم الإنارة الكهربائية بمساعدة فريق عمل، كما أنه حقق الشهرة لنفسه. مع أنه كان مشهوراً في الأدوات المنزلية، لفت أنظار الناس بالإنارة الكهربائية، لكنه شد أسماعهم بالفونوغراف. فونوغراف؟ عازف الأسطوانات. تعني الموسيقى المسجلة، فهمت؟ لا أعتقد أن هناك ما أمتعني أكثر من اختراع الفونوغراف. رائع! من أين جاء بهذه الفكرة؟ جربت في سن الطفولة جهاز التلغراف، كان هذا أهم اختراع في طفولتي. يرسل التلغراف إشارات كهربائية عبر الأسلاك ليمكن الناس من التواصل عبر المسافات. نقلت الرسائل والأرقام عبر مزيج من موجات كهربائية قصيرة سميت دوت، وموجات طويلة سميت داشز، ضمن نظام مشفر اسمه شفرة مورس. توصل إديسون إلى طريقة لبث 4 رسائل على الأسلاك في وقت واحد. عملت وأنا شاب لعدة سنوات في إرسال التلغراف، لهذا أعتبر التلغراف جزءاً من حياتي، حتى أني لقبت أول ابنين لي دوت وداش. دوت وداشز عانت شيئاً مختلفاً لإديسون، لأنه واجه مشاكل في السمع أثناء طفولته، وكلما نما قل سمعه.
واجه أديسون المشاكل في سماع ما يقال له عند الكبر في المناسبات العامة، وقد ساعدته زوجته مينا في تفسير ما يجري باستعمال شفرة مورس بالنقر على كف يده. هذا اختراع آخر، وكأن بينهما لغة سرية. لهذا شعرت أن عدم السمع جيداً ليس بأمر سيء. ماذا تعني؟ ساعدني هذا على تركيز التفكير على اختراعاتي دون إزعاج، حتى أعتقد أنه جعلني مخترعاً أفضل. اعتمد التلغراف الأصلي على تسجيل الدوت والداش على لفة ورقية. حاول أديسون القيام بتسجيل رسالة هاتفية بالصوت البشري. ظننت أنه مشروع هائل، طريقة رائعة لتسجيل وتبادل المعلومات كالتلغراف أو أفضل منه. وهكذا توصل أديسون إلى تسجيل الصوت وإعادته عام 1877. أدى انبعاث صوتي إلى اهتزاز الإبرة، ما خلف أثراً على ورقة متحركة تمر من تحتها. عندما قلبت العملية ومررت الورقة من تحت الإبرة، سمعت الصوت الأصلي فعلاً. دهش أديسون وجميع من معه من عمال، وعندما عرض أديسون آلته الجديدة أمام الآخرين ظنها البعض خدعة، واعتقد البعض الآخر أن هناك من يختبئ في الغرفة ويردد الكلمات. وعندما انتشر الخبر الحقيقي، جاءه الناس من مختلف المناطق لرؤية الفونوغراف الشهير. أدهش الناس إلى هذا الحد لمجرد أنه جهاز أسطوانات. تذكر أنه توصل لأول مرة إلى جهاز يسجل إلى الأبد أصوات الناس والطبيعة والموسيقى، وهذا ما منح أديسون الشهرة بين ليلة وضحاها. حتى الرئيس الأمريكي روثرفورد بي هاي أراد سماع الفونوغراف. لقبته الصحف حينها بساحر حديقة منلو قائلة إنه يستطيع القيام بأي عمل يسعى إلى تحقيقه. ما الذي أراد عمله بعد ذلك؟ توجه إلى الأفلام. الأفلام؟ أظن أنني أحب هذا الشاب. اخترع أديسون وفريقه آلة تصوير تسجل الصور المتحركة أي الأفلام، وبعد ذلك توصلوا إلى الكينيتوسكوب، وهو جهاز يسمح لشخص واحد فقط بمشاهدة الأفلام. التسجيل والتكرار هو مبدأ الفونوغراف. الصور المتحركة مجرد إحساس، تلتقط الكاميرا مجموعة من الصور الثابتة ولكن بسرعة كبيرة. عند النظر إلى هذه الصور بحركتها السريعة ينتابك إحساس بأنها متحركة. يعتبر إدوارد مويبريدج من الأشخاص الذين كانوا قد بدأوا العمل على الصور المتحركة وعرضها في العلن، وهو إنجليزي ذهب إلى الولايات المتحدة ليصبح مصوراً. عام 1872 طلب من مويبريدج حل مسألة حول ما إذا كان الحصان يرتفع بقوائمه الأربع معاً عن الأرض أثناء العدو. التقط مويبريدج مجموعة من الصور المتتالية، لم ينجح في محاولته الأولى، وأخيراً تمكن عام 1877 من التقاط 24 صورة ثابتة أثناء السباق. ربط الصور 24 ببعضها عبر أسلاك وضعها في الكاميرا. مع انطلاق الحصان يطلق السلك الصور المتعاقبة ليحصل مويبريدج على مجموعة من صور الحصان في عدة أوضاع. أثبتت هذه الصور أن الحصان يرفع قوائمه الأربعة كاملة عن الأرض في آن واحد أثناء العدو. رتب مويبريدج هذه الصور ضمن سلسلة. عند عرض الصورة للمشاهد خلقت لديه إحساساً بأنها متحركة. سرعان ما أدرك مويبريدج أنه أثار الفضول بما فعله، فجال في البلد عارضاً صوره المتحركة. وقد شاهد أديسون عرضه عندما جاء إلى نيوجيرسي. سرعان ما خاض أديسون مجال الأفلام المتحركة مستعيناً بالكاميرا والكينيتوسكوب. لم يمض وقت طويل حتى افتتح استوديو في ويست أورنج نيوجيرسي وبدأ بتصوير أولى الأفلام.
لم أرى في البداية جدوى تجارية منها، لأن شخصا واحدا يمكنه استخدام الكينيتسكوب لمشاهدة الفيلم، فاعتبرتها مجرد بدعة جديدة. ولكن هذه البدعة تحولت إلى نجاح تجاري. عام 1894 افتتح أول كينيتسكوب عام في مدينة نيويورك. كان الزائر يدفع ربع دولار لمشاهدة 5 أفلام صغيرة، كل منها في كينيتسكوب مختلف. مدهش، لم أتخيل أن شخصاً واحداً اخترع اللمبة والفونوغراف والأفلام أيضاً. نعم بالفعل، إنه رجل عبقري جداً. هراء، فالعبقرية ليست إلا اعتماد المنطق والعمل الشاق. لكن أعمال إديسون لم تنجح جميعها. لا أصدق هذا. اخترعت جهاز تصويت أوتوماتيكياً للسياسيين في تشريعاتهم، اعتبرت أن هذا سيوفر الوقت على السياسيين لتسجيل الأصوات بدل الإعلان عنها عبر إلقاء الخطابات. كان هذا أول اختراع حصلت على براءة له، لكن أحداً لم يشتره. أنت تمزح. لم أتنبه إلى أن السياسيين يحبون الكلام، لهذا يخفون الأصوات، ولكني تعلمت الدرس وقررت عدم اختراع أشياء لا يريدها الناس. ولكن في الواقع المشكلة هي أنه ليس من السهل معرفة ما يريده الناس. جهاز إديسون لفصل الحديد أهم مثال على ذلك. لا أفهم، ما هو جهاز فصل الحديد؟ إنه جهاز يفصل الحديد عن الصخور. لماذا لم يستفد منه؟ كان الهدف بعث الحياة في مناجم الحديد القديمة في الشرق، لأنها ما زالت تحتوي على كميات كبيرة من الحديد الخام، أي أنه لم يكن نقياً، فاعتبرت أن تنقيته ستعود بالربح. لم يتوقع إديسون اكتشاف مناجم هائلة من الحديد النقي في الغرب، لهذا فإن توفر الحديد النقي بكميات هائلة يجعل جهاز الفصل غير ضروري. رغم فشل جهاز فصل الحديد من الناحية التجارية، إلا أن إديسون عمل على مشاريع أقل انتشاراً حققت نجاحاً مالياً هائلاً، كما هو حال آلات صنع الإسمنت. هل جرب إديسون الإسمنت؟ حسن إديسون جذرياً في الأتون المستخدم لإنتاج الإسمنت، وقد تمكن من استخدام بعض الآلات المعدة أصلاً لمناجم الحديد. جربت كثيراً بالإسمنت، فصنعت منه الأثاث والمنازل. الأثاث من الإسمنت؟ ربما تتعرف على ملعب اليانكي. غير معقول. صدق، فقد صنعت شركة إديسون الإسمنت لملعب اليانكي. لقد تفاجأت. المفاجئ فعلاً هو أن إديسون طور الكثير من الاختراعات الهامة في فترة عمل فيها غيره من المخترعين على الأفكار نفسها. يبدو لي أن الاختراعات كانت كثيرة في فترة إديسون. شهد آخر القرن 19 عدداً من الاختراعات الصناعية الكبرى، فتأثر بعض كبار المخترعين حينها بأعمال غيرهم. ما الذي جعل إديسون ناجحاً؟ لنجاحه صلة مباشرة بالتجارب والمثابرة والعمل الشاق الذي قام به فريق عمله، ولكنه أحياناً ما كان يتوصل إلى اختراع ما قبل منافسه بقليل، وأحياناً ما كان يتقن لفت الأنظار إلى اختراعه. لقد كان يجيد الدعاية. اعتاد إديسون الإعلان عن اختراعاته قبل التوصل إليها فعلاً. من سيجرؤ على اختراع شيء تمكنت شخصية شهيرة وناجحة مثل إديسون من الوصول إليها؟ ولكن كانت اختراعاته هي الأفضل. كان غيري يعمل على اللمبة والإنارة والأفلام، كانوا يعرفون ماذا أفعل وكنت أعرف ماذا يفعلون، كنت أسعى لمعرفة هذا. لم يضيع إديسون وقته في المدرسة، ولكنه كان فضولياً وكثير القراءة. تتمتع أبحاث مختبراته بمكتبة هائلة يعود إليها باستمرار. أدين بطباع الفضولية لأمي وأبي. ساعدتني أمي في تعليمي كفتاً، وقد شجعتني على الفضول ودفعتني لقراءة مختلف الكتب الخاصة بالتاريخ والعلوم والروايات. أما والدي فكانت لديه مكتبة هائلة وقام بأشغال متنوعة، وقد علمني عند الفشل بشيء ما النهوض والمحاولة من جديد. هذا ما أحببته. ولكن أحياناً ما توقعه التجارب بالمشاكل، كما حدث عندما حاول استئجار مساعد لوالده في الطيران فجعله يبتلع مزيجاً يولد الغاز،
اعتقد إديسون أنه سيمكنه من الطيران بجعله أخف وزناً من الهواء. كان يجب أن يرفرف بذراعيه أكثر. كان أمام إديسون كفة عالم طريق طويل. يمكن أن ترى العقل المخترع في العمل حين يحاول تشغيل الأشياء بطرق جديدة ويحاول أخذ أفكار لتطبيقها في مجالات متعددة. يتم التوصل إلى الاختراعات بتطوير أخرى، فالبناء على أفكار شخص آخر مسألة مستمرة، وكثيراً ما يبني المخترعون على أفكارهم الخاصة. كنت أحاول تحسين الأشياء دائماً. كانت لمبتي تدوم ليوم واحد، وبعد 10 سنوات توصلت إلى لمبات تدوم 1200 ساعة. اللمبات العادية ما زالت حتى اليوم تعمل 1500 ساعة، ولكن هناك أنواع من اللمبات الحديثة التي تدوم لمدة أطول وتوفر في استهلاك الكهرباء. لا شك أن اختراعات إديسون قد طورت، ولكن مساهماته كمخترع لا تقدر بثمن. تلقى إديسون في حياته التكريم في عدة بلدان، ولا غرابة في ذلك، إذ أنه يملك براءة لأكثر من 1000 اختراع، لا أحد وصل إلى هذا الرقم القياسي. لم نأتي هنا على ذكر اختراعاته الهامة الأخرى، منها جهاز متابعة أسعار الأسهم، الأقلام الأوتوماتيكية، أجهزة إرسال تلفونية، وبطاريات تخزين الطاقة. عاش إديسون من أجل الاختراعات التي جعل منها مشاريع خاصة به. عن الفونوغراف إمكانية تسجيل وحفظ الأصوات والموسيقى على أنواعها، ومع الأفلام تم تسجيل وحفظ عالم كامل من الحركة. هي صور كانت حتى حينها تحفظ في الذاكرة أو الخيال. مع اختراع محطات الطاقة والمفاتيح والأزرار إلى جانب لمبة الإنارة، ساعد إديسون في توفر الطاقة الكهربائية مع مرور الزمن في أرجاء مختلفة من العالم تقريباً. كان الناس قبل إديسون لا يعرفون إلا الشموع والفوانيس الشاحبة وضوء القمر وبريق النجوم المتلألئة في كبد السماء. أما اليوم فالأرض تتلألأ وكأنها تكرم ذاكرة المخترع الذي غير ملامح العالم.